الله. ويطيب لي ونحن في بداية هذه الندوة أن أرحب ترحيبا خاصا وصادقا بالصديق العزيز معالي الدكتور جمال سند السويدي، مستشار رئيس الدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي يشرف أصيلة ويشرف موسمها الثقافي الدولي 43 بحضوره كمتحدث رئيسي في هذا الملتقى. معالي الدكتور جمال سند السويدي له مساهمات كثيرة في الدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، بعضها صدر في مؤلفات وبعضها الآخر في دراسات وأبحاث صدرت في مناسباتها. حضرات السيدات والسادة، تنعقد هذه الندوة بهدف تسليط الضوء على الأدوار الطرائعية التي نهضت بها الدول الخليجية العربية للمساهمة في مساعي الأمن والسلم والتنمية في المشرق العربي خلال عقود طويلة، وذلك عبر أدوار الوساطة والدعم بغرض ضمان الاستقرار الاقتصادي والسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحتما فإنكم جميعا على دراية تامة بالواقع العربي، بان الحرب الباردة عندما كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يهيمنان على العالم، وما أعقب ذلك من انهيار الاتحاد السوفيتي لتستفرد الولايات المتحدة بالعالم وحدها، ومن ثم تفرض شروطها وسياساتها، والتي نلنا منها نحن العرب نصيبا، وخاصة ما يتعلق بقضايانا المصيرية. أنا سعيد جدا في تواجدي في المغرب الشقيق، وأيضا في ضيافة الأخ العزيز محمد بن عيسى صاحب أصيلة ومؤسس هذا المنتدى الثقافي الجميل، يجمعنا في هذا العرس كل عام، ونحن نتشرف في الالتزام بالحضور الدائم كل عام منذ التأسيس إلى هذا اليوم، لنشارك أخوتنا من المغرب والأخوة من كل الوطن العربي في منتدى أصيلة. هذا المنتدى الذي أصبح اليوم أحد أهم المنتديات الثقافية في العالم العربي. مشاركتنا اليوم مشاركة سوف أتحدث فيها عن الخليج العربي والعلاقات الدولية بين الشرق والغرب، وأيضا يعني حضورنا سوف يزيدنا معرفة بالكثير من الآراء التي سوف تطرح في هذا المنتدى. أتمنى لهذا المنتدى التوفيق الدائم، وشكرا. وتبذل دولة الإمارات العربية المتحدة دورا كبيرا في ترميم النظام الإقليمي العربي من المخاطر التي نجمت عما سمي بالربيع العربي، في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها بعض الدول العربية، بآليات لا تعتمد على الردع والاستعداد للدفاع ضد التهديدات الأمنية والعسكرية فقط، بل استثمار في نموذج التسامح الإماراتي. في 22 مارس 45 بالقاهرة مع إنشاء الجامعة العربية تشكو من العديد من الهمات، وهي محل اهتمام ومتابعة من قبل الرأي العام ومن قبل السياسيين الفاعلين السياسيين، ويعود ذلك حسب رأيي لعديد من الأسباب. هناك أسباب هيكلية مرتبطة بهذه المنظومة التي لم تأخذ العبرة من عمل بعض المنظمات الإقليمية الأخرى وبقيت على حالها رغم الدعوات المتكررة لتنقيح وتحوير ميثاق جامعات الدول العربية. فليس هناك مثلا منظومة أمنية تمكن من رصد ومتابعة بؤر التوتر في العالم العربي وتشخيص القضايا والنزاعات قبل أن تندلع وإيجاد حلول لها في البلاد حتى لا تتحول إلى نزاعات مسلحة.
يعني كان لي شرف رئاسة هذه الجلسة التمهيدية حول دور الخليج العربي في حلحلة القضايا العربية. أعتقد كانت جلسة ممتازة، تحدث فيها عدد من المتدخلين من الخليج نفسه، يعني من دولة البحرين، ولكن أيضا من تركيا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك أستاذين جامعيين مغربيين، كل واحد أعطى رؤيته يعني حول القضايا الحالية، يعني في على مستوى المنظومة العربية ودور مجلس التعاون الخليج في معناها دفع مسارات السلام. هي بداية تمهيدية لاجتماعات غدا إن شاء الله يتواصل النقاش والحوار حول مثل هذه المسائل. شكرا. جاء اختيار مهرجان أصيلة لهذا الموضوع بحيث أن دول الخليج أصبحت الآن دول محورية في حلحلة كثير من القضايا، سواء قضايا العربية والقضايا الإسلامية والقضايا الإنسانية. دور دولة الإمارات العربية المتحدة أيام جائحة كورونا كان جد مهم وملحوظ، دورها الآن في حلحلة في كثير من القضايا الدولية، وعلى رأسها زيارة سمو الشيخ محمد بن زايد الأخيرة لموسكو، ذهبت في هذا الاتجاه، اتجاه إيجاد توازنات دولية، إيجاد حلول لكثير من المعضلات أو المشاكل المؤدية إما للفقر أو الجوع أو الحروب. فالموارد الطبيعية التي تزخر بها المنطقة العربية يجب أن تشكل عاملاً لتوطيد الوحدة والوئام، لا سببا للفرقة والانقسام، وهذا الإطار وفي هذا الإطار فإن من شأن تفعيل التجمعات الجهوية القائمة أن يشكل قاطرة حقيقية لترجمة طموحنا كشعوب عربية في التكامل والوحدة، مع اعتماد مقاربة تشاركية وإدماجية بين السلطات الحكومية والمجالس المنتخبة والقطاع الخاص وهيئة المجتمع المدني في انفتاح على جميع الشركاء.